احنا عندنا بقى شويه اسئله نسالها سياده اللواء اسماعيل النجدي رئيس مجلس اداره مصنع سيماف التابع للهيئه العربيه للتصنيع. مساء الخير على حضرتك سياده اللواء. مساء الخير يا فندم. يمكن فكرة أنه تصنيع قطار لنقل الغلال بعض الناس تقول طب هو ما كانش عندنا قطارات نقل غلال أو إيه المواصفات الخاصة عن قطار نقل البضائع المعتاد اللي محتاجها الغلال عشان توصل سليمة من الموانئ إلى صوامع التخزين؟ مساء الخير يا فندم، اسمحي لي أن أنا أبدأ بالكلمة اللي حضرتك ابتديت بيها وهي الصناعة ودورها في الاقتصاد المصري. الصناعة هي العماد الرئيسي للاقتصاد المصري، ما تقلش عن الزراعة، بالعكس قواعد الصناعة قواعد ثابتة غير الزراعة اللي بتتأثر بالمناخ وبالآفات وبمؤثراتها كتير، لأن الصناعة عمادتها الرئيسية هي اللي بتدي فرص العمل وهي اللي بتفتح بيوت على قواعد راسخة إن شاء الله. فتشجيعا للصناعة وتشجيعا برضو اللي حضرتك قلتيه تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الفاتوره واستغلال العمله الصعبه بالشكل ده اللي خلانا، وده التكليف اللي خدناه حقيقي من القياده السياسيه وشجعتنا عليه، ان احنا اولا نبتدي في انشاء الصوامع. يمكن ده يرجع للتاريخ قديم شويه، ال 15 16 لما كلفنا كهيئه عربيه للتصنيع اكبر تجمع صناعي في مصر وفي الشرق الاوسط ان احنا نتبنى بنى الصوامع في المحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية عشان نخزن السلع الاستراتيجية اللي هي القمح في تخزين شرعي، تخزين آمن قادر سالم صحيا ضد الآفات ويحارب الآفات. حقيقي كان التخزين مثالي وفعلا صممنا الصوامع، كان ضروري جدا ان احنا انا سيادة اللواء فعلا عايزه فعلا اقف عند النقطه دي، لانه فكرة اللامركزية في التخزين دي بالنسبة لي مبهرة وعظيمة، ان احنا عندنا صوامع لتخزين الغلال في كل محافظة، ده مظبوط ولا تقريبا في كل محافظة؟ لا لا لا، ده موجود فعلا على ارض الواقع، وتبنى الحقيقي برضو حول القيادة تبنت هذا الموضوع جدا، وكلفت وزارة التموين والهالنس القوات المسلحة بالتوسع في انشاء الصوامع على نطاق الجمهورية من خلال جميع المحافظات، ودوت كان السبب الرئيسي. كنا الاول بنعتمد على الصوامع المكشوفه والشون والكلام ده، وده كان يعني بيساعد كتير على نمو الافات وبيساعد كتير على اهدار كميات كبيره من القمح، ما بتقلش عن 20 ل 30% من حجم المحصور. لا، النهارده عندنا الصوامع تدار اليا بتوفر جميع الظروف البيئيه للمحافظه على القمح وعدم النمو وعدم انتشار عدم وجودها. تاني يا سيادة اللواء، ايه اللي بيفرق عربات نقل الغلال عن عربات نقل البضائع؟ في الاخر هي برضو عربات بضاعه بنقولها، ولكن دي عربيات محكمه ضد الظروف الجويه، يعني ما نقدرش نقول تماما تاثير المطر مثلا في نقل القمح ده ممكن يفسد القمح ويساعد على نمو الحشرات بشكل كبير جدا، لا دي عازله تماما ضد الميه بالكامل. دي حاجه. الحاجه الثانيه سهوله التحميل والتفريغ للعربيه. العربيه الواحده في القطر دوت بتشيل 65 طن، لانه كان كمان في هدر بيحصل اثناء التحميل والتفريغ. ده حقيقه فندم، ده حقيقه، لاننا كنا احنا طول عمرنا بننقل القمح من الصوامع للصوامع او للشون، وبننقله من المواني وبننقله من مناطق التجميع اللي في المحافظات، وكنا بنستخدم برضو السكه الحديد، ولكن كنا بنستخدم عربيات بضاعه عاديه خالص مكشوفه مفتوحه بتساعد على الهدر وبتساعد على السرقات وبتساعد على التلوث، بتساعد على حاجات كثيره. ولكن العربيه اللي احنا عملناها النهارده هي على فكره تصميم مصري، تصميم سيماف، وداخل فيها المنتج المحلي والممولين المصريين الموردين المصريين بنسبه لا تقل عن 80% من حجم العربيه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء اسماعيل النجدي رئيس مجلس اداره مصنع سيماف التابع للهيئه العربيه للتصنيع.